اخبار مدونين، اخبار اسره ضعيفه يا قر ريم سترين ارجع لها، اخبار البث الليله تتعلق بها المعلمين خارجين جماعه دور تعودوا شفتوني ببلياتهم من يامس وببليام دا يعقوب، وطلبت من الناس كامله الفيسبوك والمدونين لانهم ببليوهم كاملين بهدي الشباب، واحد منهم ماجور عدد امتحان معلمين راكم شتوم على الفيسبوك، وراني طالب مدمكم انتم كاملين انكم تساعدوني. تشوفوا رقاش عنده ظروف، والله عنده مشكله، والله عنده محنه، تم تببريوه. هذا الخرق اللي يعود في مناصب عليا ياسر مشي قد ما يعلم به، به اللي فم الناس الاخرى اللي تشتغل واللي تعدل ياسر مشي وقدو يظلموا اللي يبقوا يظلموا، وعين المسؤول قاعد قد من ناحيه قد يعود ما يعلم به. احنا دورنا شنو؟ احنا دورنا لان انت منين يظلم رقاش يلا كاملين مرغوب نساعده، احنا ما عندنا مشي ما وهذا التليفونات كما دائما نقول لكم. هادو الشباب اثنين عدلهم اقصاء، عدلنا امتحان معلمين، فيهم ماجور كوري جاي هو ماجور الفرنسيه، وفيهم ماجور طفل من بيلان جاي مودي زاد هو، وطرحوا الامتحانات ونجحوا بجداره ومتفوقين. بدلا من ينقبضوا عيط لهم هما الاثنين ونقال لهم على انهم هذا الامتحان على انهم ملفاتهم اللي طرحوا على انها ما هي مقبوله، انها مرفوضه. انتم لماذا ينعاد ملف انسان ما هو مقبول ومرفوض؟ لماذا تدخلوه يعدل الامتحانات؟ لماذا تصادقوا عليه وتقعد له مده انين فوت يعدل الامتحان ويطلع ماجور ينقال له انت ملفك خاسر؟ هذه القضيه هذا اقصاء ما هو مقبول، بس محاله هو الملف فيه خساره، انتم خليتهم يدخلوا يعدلوا الامتحانات ونجحوا بهم بجداره متفوقين، لماذا ترفضهم؟ احنا ظرف طالبين من وزير التهذيب، لانهم هذو الشباب ينظر في قضيتهم اللي عاد ما هو عالم بهم يعلم بهم. بلي انسان المده جايه ماجورات ينقال لهم انتم ماكم بكم ملفاتكم، هذا ما عنده معنى. انسان ملفه ما هو صالح ما يتقدم للامتحان يعدل ويشارك فيه، معناه انها مرده غير صحيحه. قال عندكم انتم ماده اخرى ثانيه مقدمينها عاطينها الاولويه، لانهم شي من مخاليق مولانا وشي من الضعفاء، هو ذا النوع ذاك يعدل الله الفقراء. لا اي انسان فقير والله اي انسان ما عنده وزير بايس ولا عنده حد قلت لكم على انه من هذو اهل الخطوطه والله حد مهم من اهل الدوله اللي يبوسه ما يخليه ينجح، وحتى اذا نجح لابد من تنجاب له كذبه تعدل له تنخرق له كذبه، لكن قال له انت ما قديت لي ان ملفك ما يسمح. هذه كذبه ما هي مقبوله، واحنا هون ناشدوا طالبين من رئيس الجمهوريه على انه يتم يخرص هذا الوزراء عنده، طالبين من وزير التهذيب الى عتيبويا اذا مانك عالم به راه نخلق اقصاء شباب محرومين من الطبقه التحتانيه، عدلوا امتحانات وشاركوا فيهم ونجحوا بجدار. بدلا من مده يلا تدعم هذا الشباب ينحاز عليهم وينقصى، وهذا الاقصاء ما هو مسموح وغير مقبول، هذا النوع من الظلم ما تريد ينقبل. وانتم يا اهل الفيسبوك انتم راهم طلعوا لكم الشباب يلا تبارتاجوهم يلا تساعدوهم، انهم مساكنين اذر التيام يمشوا ويجوا يدوروا كانهم يجبروا لقاء مع الوزير، قال لهم عن الوزير ما هم جابرينه. سمعتوا ما خارج باب ما دقوه يدورهم كانهم مساكنين يجبروا باطل بلايصهم اللي مستحقينهم بجداره يقدروا يجبروهم، هما اللي تنعطى لهم الدخله ثانيه ما تستحقها، واحده اللي يعودوا مجوبين بالبوس، واحده مجوبين بالترتيب، واحده مجوبين بالمحسوبيه جايين على خلاقات مدخره ثانيه بهدي كلها عود عنده مسؤول بايسو. هذا فهمتوا؟ هذا نحن ما يلا نقبلوا به. يلا الناس كامله تطلبوا على ان هذو الشباب يخرصهم يعد الوزير ما هو عالم قضيتهم، يلا الوزير يعلم باخبارهم. ولا عاد هذا الناس هذا من الظلم ما هو مقبول. حتى ابسط الامتحانات من اللي يشارك فيه ومي رقاش وينجح بقدمه ينقال له انت ما نجح. هذا مودي كان امتحان بوليتكنيك اللي رايهم باثين هون غرق على انهم على ما نجح حد، انهم ما قدوا يمشوا حد بيدي الناس ما نجحت. الناس انتم ما تقدروا تمشوا الادميه الخارج بكم اللي اللي تمشوا دائما شي من تاح مره مقبوضه على الوسطات وعلى الاخلاق. ما تقدر تقيس مسارة مسارة ما في عندهم الوساطه ولا في عندهم الاخلاق. تمشوا شي من الخلق على حساب الدوله ومنين يمشي ما ينجح وعذركم عله وعذركم عائق وتردوا. هذو الناس الصدي فاتوا نجحوا مساكنين معدلين امتحان فتروا فيه وتعبوا وجايين يا خوتي ماجورات. ما ينقال لهم انتم ملفاتكم اللي طرحتوا فيهم شي خاسر ولا يلا قبيل قاعدين قبل ترشحكم. هو لو كان ترشح ما هو مقبول ما يعودوا مشاركوا في الامتحانات وعودوا وصلوا للمرحله اللي هي. واحنا نطالبوا لهذو الناس مطالبين من الفيسبوك مطالبين من المدونين مطالبين من الناس كامله على ان هذو الشابين الاثنين يلا توقفوا معاهم ويلا تتكلموا عنهم كاملين ويلا تكتبوا عنهم. اذا كان هي كلها يا جبار اللي يستحق وياك ما ينظلموا ذا المعدل لهم ظلم. وهذا الظلم ما هو مقبول. ولا يلا فيكم حد يقبلوا حد يسووا منهم. ماده ضعيفه شاركت بامتحان
حد يعطيها بعد اللي حصلت ما ينقال لهم عدل لهم اقصام بسكينين وعدوا زنوا الى الوزير ذاك ما فاتوا جبروا قال لهم على انهم ما من يجبوا قاربهم يراوا الوزير وقال لهم على ان هذا فو جهد ماس وعلى ان جايتهم الجموع انهم يحانوا ندير بلدهم واحدين اخرين اللي هي ينقبوا هذا روالكم ثقيل ولا هم منك وليك دين سكت وطالبه منكم كامل انكم تتكلموا عن القضيه وراني طالبه من هذه المدونين كاملين منها هون ومنها ما هون جازي ان شاء الله داهي يعقوب راني طلبته ينشرهم وشرهم وراني طالبه من ود بوي داهي وطالبه من سيدي كماش وطالبه منكم كاملين يا المدونين اللي قالي انكم مدونين يا اخوتي تم انشروا قضايا هذو الناس او المستضعفين هم يلا تنتشر اخبارهم هذا الاخر اللي واحد في على فيسبوك ما هو الضروري راه هو المهم هذه معاناه مده معاناه شباب كلها ماشي فاصل وتعبان هو من نفسه منين ينجح بجدارة يا اخوتي يلا حد يخليه ينجح ورانا مطالبين من السيد رئيس الجمهورية لان هذه القضية وعدل فيها تحقيق هذا الشباب ما يلا عدل لهم اقصاء فيه ظلم هذا فيه ظلم يا اخوتي الدولة تستقام على الكفر ولا تستقام على الظلم وهذا راني مناشدتكم كامل انكم تتكلموا عنه فردا يبقى حد منكم ما تكلم عنه ولا يبقى حد انا راني بارتاجيتهم على الباج ورا بارتاجاهم الداهي يعقوب وطلبت منهم كاملين على انهم يطلعوا اخبارهم ويتكلموا عنهم رجع جاي ماجور ما يقدروا يعدلوا اقصاء نبته هذه مردة ما هي صالحه وطالبين من وزير التهذيب لعت هذه القضيه ما انك عارم بها يلا تعلم بها يلا تحقق باخبار هذا الشباب يلا يعيط لهم تنعرف قضيتهم شنو لان هذا فيه ياسر من الظلم وهذا ما يتواسى ويلا كاملين تساعدونا طالبين منكم انكم تموا تساعدوا ذا الخلق وتبثوا اخباره موضوع الليل اخبار هذا المعلمين اللي قلنا لكم على انهم شاركوا في امتحان ونجحوا بجداره متفوقين في واحد من الفرنسيه واحد من العربيه وعدلهم اقصاء دارت في بلدهم جماعه اخرى ثانيه وتو ولا هي نتكلموا عنه وفي رساله اخرى ثانيه لان عندي نقطتين اخبار هذا الشباب المعلمين اللي انظلموا ولا نقبلهم يظلموا اللي تم عيط على الفيسبوك هيك اللي يجبر حقه يا الله يجبر وطالبه من المدونين كاملين كما قلت لكم كل حد منكم والناس اللي ما هي مدونه الخلق اللي يطلع على الفيسبوك اللي يتم يبارتاجيهم هو اللي يتواس وفي قضيه اخرى ثانيه هون انا اتصلت بي امراه وراكم اللي تعدوا الليله عدلت بث مع احمد هو عبيد الله ومع التجاني ون كيف اني جيت منه هو اللي اخر هذا البث جيت البريد يقولوا له الجزيره على طريق عزيز من قد طريق تنويش وفيها شيبانيه مستضعفه فهمتوا عندها ولد قاصر محبوس له سنه محبوس قضيته فيها قضيه ظلم واضح انا مشيت شورها انا احنا قاعدين ننظر قضيه ذاك الظلم متى نقدروا نناقشوا بهي اللي هي قبل ياسر من الوقت واحنا ما نقدروا نثبتوا لان السلطات هون من تعدل اي روايه ما ترى عند حد فيها لا حول له ولا قوه شيبانيه قبل ولدها والعايد عليها عنده طابله من طوابل اللحم بوزات يشتغل لوحدين ومن بعد ينقص يجيب لهم اربع من اللحم وينصبوه وعايشين ويعطوه الف ويعطوه الفين بهي اللي عنده طابله عادي اخبار ويمشي بها قاعد يسهر وقالوا انهم تموا تاكلين في الليل لان جاتهم البوليس وما عنده سواب قال انا مشيت متحقق منه هذا طفل ما عنده سواب ولا قطن سجن جاتوا بوليس ورفدتهم الدعي امرأة على انه معاه ترك اخرين ثانيين وعلى انهم سرقوا عليها 70 ألف وقاست بهم حكمتهم بوليس وعدل لهم ملف وقاسوا المحكمة سمعت ونحكم عليهم قالت ان هذا باط لان اللي يعدل التقرير اللي يعدل في الملف على انها 70 ألف عقب ذيك 70 ألف زادت لحقت 90 ألف عقب ذيك 90 ألف لحقت 500 ألف وقجرت في الملف سمعته عنده أمه شيبانية ضعيفة فرض أنا ما نعرف هي شنهي من واكشوط كي إني جاية من عنده منين جيتها شيبانية ما عندها معين ولا عندها شو حالة يرثى لها ما وش تتصوره وقطعت زيرتين من التراب ومشيت من الثامنة وصرت هذو الناس 9 ونص المهم على أنها انحاز على ولدها وعدل له ملف ومنين ترين دار مع القصة ونحبس له سنة بدون محكمة بدون شي يسوى شنو داروا عليها ذرت عمال محكمته انت وعدلت ليلو ذرت ايام حتى انه حاكم الطفيل اللي قاصر وقالت على انه ترفن عليه درشين السكر والورقه انها ما عندها باش تشتري له لا السكر لا ورقه وانها باص من البريده اللي هي فيها بعيد وتفوت 20 يوم 25 يوم ما قاست بها اللي ما عندها امكانيات وبها اللي ما عندها ظروف ها سمعتوا وحتى العداله ما متفاصلين يديها في العداله ولا متفاصل ايديها في شي يسوى هو شنو ولا تمشي وتجي وتمشي وتجي والطفيل قاصر مازال محبوس اذا سمعتوه ظرك مطالبتكم من هون ومناشدتكم انتوما كاملين راه طلعها احمد هو العبيد الله جازي بخير طلبتو على انه يجلس معايا الناس وطلبت التجاني وان يمشوا معايا ومشينا شرى ارض ما قد نقول لكم مارك علينا على راسي
ودرنا رقم بنكيري عندهم، الطفلة قالوا انها منتهم تشتغل شقالة الوحدين، ودرنا رقم تلفوناتهم هم حد يتواصل معاهم يتواصل معاهم هم مباشرة، وطالبين من وكيل الجمهورية في المحكمة العليا انه ينظر في ملف هذا الطفيل اللي قاصر ومعاه قصر، الجماعة اللي معاه كاملة قصر، والمرأة قالت على انهم ذو اللي حاكمين ولدها وهما خلطة البوليس اللي كاتلين الصوفي والشين، وانها ما قطر قدت ليلة وعات لي تصلي في الليل ما دعات عليهم وطلبت مولانا انه يرفع عنها الظلم، فهمت؟ ولا بعد ذاك فترة قالت انها من الزمن هم اللي نحكموا ذوك خلطة البوليس ومشاو على نظرك، طالبين احنا منكم انتوما في حال تستجاب ان وكيل الجمهورية وعدل ينظر في ملف هذا الطفل اختاروا هي الزينة اللي انطرس به اللي ما عندها معيد وعندي عنها هم اللي تعمد دواء مزمن ولا شيء، وحالتهم صراحة ما ادري وفى لها وتوف حد ما عنده شيء ما عنده شيء، نختاركم انتم تتواصلوا معاها اللي قد يساعدها ب 500 زينة تطرس بها ولدها كان ينطرس حصلوا لها المبلغ اللي الدور يسوى 500 ويسوى 1000 يسوى اي شيء يساعد به حد ما لنا ما بين عنه، درنا بنكيريهم هم الشخصي ودرنا رقم هذه المرأة الشخصي، دوركم تتواصلوا معاها راجلين عند الله لان انفكوا اسر هذه الشيبانية، انا جيتها الليلة ووجعت لي قلبي من يتخرصوا باش تطلعوا كاملين لاتجاهي، تعرفوا على ان هذا النواكشوط بعيد من ذنا اللي دخلت، والله العظيم خرصوا البث اللي مرة احمدها ولا عبيد الله وخرصوا التجاني وانا ذا البث اللي عدل خرصوا ذي البريده من موريتان، هذا المشاهد ما تقدروا تتصوروا، وراني قايل لكم بعد اني مهنئ لا حد من هذا الخرق اللي معدل المسائل الخيريه يساعد بها هذا الضعفاء ويوصلهم هذا ما وشي لا ماء لا كهرباء لا مدرسه لا دواء لا شيء ما يقدروا يوصلوه الوتات، احنا قاطعين كلين من التراب مقاطعين على كراعينا كل بريده نقعدوا فيها ساعه كنا نقدروا نوصلوا لهذه مخرقه مولانا، ايش نقول لكم؟ براق فيه قرياش داخلين مبين برقه اثنين وشي ما وشي تقدروا تتصوروا انه في الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، اختاركم ستتابعوا فيديو هذه المراه وتخرصوا بنكريها، لان كدكم الله يساعدها ب 500 وقيه والله 1000 وقيه ينطرس ولدها قدهم مساكنين هم من انفاسهم يعدلوا طابله والله قدوا يعدلوا شيء يسووا وشنو يعيشوا به لانهم ماده مستضعفه وتوف ما حد ما عنده خبر عن شيء، وحده انسان مستضعف وحده انسان ما عنده علاقه بالقوانين ما عنده علاقه بالدشره ما عنده علاقه بشيء ما تقدوا تتصوروا ماده لا حول لها ولا قوته، ظلمت قبل ولدهم بين يديها نحبس ظلما وعدوانا، فهمتوا؟ وخلى بدون محكمه وبدون شيء يسوى شنو قاصر محبوس له سنه متمه وعدلت المحاكمة لها أدرت أيام، تصلت بي امرأة طلبت مني على أني هذو الناس اللي أعتقد نساعدهم بأي شيء يسوى وشنو، سمعت قلت لهم على أني أنا لا حالي كي حال المواطنين الموريتانيين كاملين، عندي مشي هذا التليفون شنو قد نساعد به ماني لهنا بخالبي، قال لي نطلب منكم توا من كل رقاج منكم يعطي هذه المرأة 500 وقية، والله 1000 وقية يفرج عليها إن شاء الله يفرج كروبي وكروبكم راجع من عند الله تنحل مشكلتهم يترس لها ولدها وهو والمعيدها بدون سوابق وبدون أي شيء. مدة ضعيفة مستضعفة ما عندهم حد يقد يساعدهم ولا عندهم حد يقد يعاونهم، هذا هو اللي حصرني عن هذا البث الليلة من تابعوا اتجاني وانا خرص احمدها والعبيد الله، دور تشوفوا شيبانية تبكي مريضة ساكنة في الخلوات ما تقد توصلها ود ولا يقد يوصلها شيء، وراني مناشدة من هذا المنبر وكيد جمهورية على انه ينظر بقضية هذه مخلوقة الله، هذه المرأة حد دعات عليه خلات خيمته وحط طلبت له والله مولي نقول لكم انا انه الدور تيسر اموره به اللي شيبانية لا حول لها ولا قوة مستضعفة ما عندها خبر عن شيء، وراجعكم من عند الله انكم تساعدوا هذه المرأة كاملين وتوقفوا في القضية وانكم تبارتاجوا هذا البث، واحدة منه ينحلوا مشاكل هذا ترك المعلمين الاثنين معدلهم اقصى، واحدة مولي قضية هذا الشر القاصر اللي عايل على امه شيبانية مزروقة في خلوات معها شوي بضعيفة شي من المشاهد ما تقدروا تتصوروا، هذا هو اللي راجع منكم الليلة. وطلبوني مولانا العافيه ودعتكم لمولانا وراجع لكم بعد انكم تتواصلوا مع مخلوقه مولانا 500 ما هي معدله شيء هم معدله لهم ياسر وحللهم ياسر من المشاكل منين هذا 4000 والله 5000 من المشاهدين تطلع كلها مشاهد 500 وقيه تنحل مشاكل هذه الاسره تعودوا احسنتوا عليهم تعودوا عدلت لهم الشيء الصالح، وقلت لي نقول هاي سد محاور لا سد محاور اللي طلعت له يترو اني نختار ويساعدهم هما بما انها شيبانيه ضعيفه وهو من اهل العمل الخيري جازيه بخير توف راجع من عند الله انه يوفقوا مولانا، واذا كان لا توفيق من الله راجع من عند الله على انه يوفقوا لفي الخير والسلامه وعلى انه يساعدهم،
بوتوف هذا هو اللي راح نقول لكم الليله في هذا البث. من دور نمشي لكم رقم الناس تتواصلوا معاه، ما نبي نختار حد يعدل شيء، تواصلوا مع اهله مباشره، يا تقعد الفضة جايتهم هم، فهمت؟ تواصلوا معاهم على التليفون، تواصلوا معاهم على بنكي. و500 حلالهم هم المشاكل من 4000 5000 شخص، كله يعطي 500 وقيه والله 1000 وقيه. حلت مشاكل هذه الاسره اللي تعطيهم مولانا مسكين يجبروا الشعود ويشتغلوا منه يعيشوا به، من تراسلها مسكين وليدها ويتبدل حالهم من احسن الاحوال ان شاء الله راجع لهم من عند الله. وودعتكم المولانا، ماني نطول عليكم، وخرصوا بث تجاني وان واحمد هو عبيد الله، ندور نطلع لكم بنكيليهم هما ونطلع لكم رقم تليفون، ولا تبخلوا عليهم، شي جازيكم بخير، وودعتكم المولانا.